معقول يكون هالشخص ما عم يستعمل صوته بطريقه مناسبه، عم بيتعب صوته، بدخن، عنده ريفلوكس، بيكون في كذا سبب معقول يزيدوا الاحتمال، بس الاساس هو انه يكون الشخص ما عم بيستعمل صوته بطريقه مناسبه وعم بيأذيه. المهم بالبحه انه مدتها ما تكون طويله، لانه وقت تكون مدتها طويله او على طول في تكرار بالبحه بالصوت، هون مفروض نكون عم نستشير طبيب، وممكن كمان ساعتها الطبيب يطلب انه يكون في علاج نطق حتى الشخص يكون عم يرجع يستعيد استعمال صوت مناسب. اكيد فينا نتخلص منه بطريقه نهائيه، بس اكيد لازم نكون ساعتها عم نلتزم، والتمارين اللي لازم ينعملوا نكون كمان عم نعملهم، ونتعلم هذه الطريقه المناسبه حتى نستعمل صوتنا، وكمان كيف نريحه، شو هن الأخطاء وشو هن الأشياء المناسبة اللي فينا نعملهم، نغير طريقتنا لاستهلاكنا أو استعمالنا للصوت بحياتنا اليومية. إذا شخص مثلا رايح صوته قليل، ما يجرب كتير يعمل مجهود عليه على صوته ويشد على صوته، لأنه حتى أوقات إحنا منحس أنه عم نشد على رقبتنا، أو بالعكس نبلش نوشوش، لأنه كمان وقت نكون عم نوشوش عم نروح على طبقة كلية مختلفة، ما فيك تضلك عم بتوشوش انت وعم تحكي. مثلا نتجنب الاشياء الحامضة، نتجنب المي المسقعة، ننتبه كتير وقت نكون بمرحلة رايح صوتنا فيها لما نأذي اكثر الاوتار الصوتية، نكون عم نريحهم حتى ما يكون في اذية زيادة عليهم.